بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، هذا السؤال وردنا عن قوله تعالى: فتبارك الله أحسن الخالقين. والقرآن يقول: هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. ويقول الله خالق كل شيء، إذن لا يوجد خالق إلا الله. كيف يقول فتبارك الله أحسن الخالقين؟ أي هناك خالقون غير الله ولكن الله هو أحسنهم خلقا؟ هذا ما فهمه بعض المشككين فطرحوا هذه الشبهة وانتشرت للأسف. لذلك نحن أيها الأحبة نريد أن نفهم بشكل علمي ومنطقي ومن القرآن الكريم. كلمة خلق أحيانا تعني بمعنى صنع شيء كذب. مثلا سأعطيكم مثال على ذلك. سيدنا إبراهيم: وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إنما تعبدون من دون الله أوثانا، ماذا؟ وتخلقون إفكا. إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. إذن قال لهم وتخلقون إفكا، يعني تخلقون كذبا، تصنعون كذبا. هذه الأصنام التي تصنعونها هي كذب وافتراء على الله سبحانه وتعالى. ولكن قال لهم وتخلقون إفكا. إذن عملية الخلق أيها الأحبة في القرآن الكريم، كلمة الخلق تعني أن الله خلق كل شيء، ولكن هناك أناس يخلقون. مثلا سيدنا عيسى: وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير. إذن النبي عيسى كان لديه قدرة على صنع تماثيل للطيور. ولكن هنا المعنى الدقيق أن كلمة فطر هي الذي بدأ الخلق، هي معناها بدأ الخلق. يعني الحمد لله فاطر السماوات والأرض، أي أن الله تبارك وتعالى هو الذي بدأ خلق كل شيء، واستخدم كلمة فطر. يعني لو بحثنا في القرآن عن كلمة فطر أيها الأحبة بمشتقاتها سوف نجد أنها تكررت في 19 آية. قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض. هو الذي، يعني الله بدأ أول مرة خلق السماوات والأرض من العدم. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون. فاطر السماوات والأرض، فاطر السماوات والأرض، قل الذي فطركم أول مرة. انظروا، فسيقولون من يعيدنا عندما خاطبهم القرآن: قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا آخر مما يكبر في صدوركم. ماذا قالوا؟ فسيقولون من يعيدنا، قل الذي فطركم أول مرة، أي خلقكم من العدم. إذن أيها الأحبة، الإنسان يخلق ولكن يخلق من شيء موجود. يعني أنت تستطيع أن تصنع تمثالا من الطير، تمثالا للطيور من الطين، ولكن الطين موجود. الذي فطر الطين وخلق الطين أول مرة هو الله. أنت لا تستطيع أن تأتي بخلق جديد، لا تستطيع أن تصنع ذرات من لا شيء، ولكن تستطيع أن تخلق. مثلا بعض الملحدين ادعى أنه تغلب على الله عز وجل واخترع مثلا خلية أو اخترع شيء حي. الحقيقة أن هؤلاء قاموا بتحويل الخلية من شكل إلى آخر. قالوا استطعنا استنساخ أو خلق مثلا مخلوق جديد من خلية الأم مثلا،
هم استخدموا الشيء الموجود وأعادوا مثلا خلقه أو تصنيعه، مثل الذي يصنع السيارة هو يستخدم المواد الأولية الموجودة في الطبيعة التي خلقها الله، ولكن هو يعيد بنائها فقط. إذن أيها الأحبة، دائما كلمة فطر تعني بدأ، وهذه خاصة بالله، يعني لا يوجد في القرآن فتبارك الله أحسن الفاطرين، لأن الفاطر واحد. قل بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين. طيب، الحمد لله فاطر السماوات والأرض، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أنا أقرأ الآيات أمامكم أيها الأحبة. قل اللهم فاطر السماوات والأرض، لاحظتم لا يوجد فاطر غير الله، لا يوجد أحد يستطيع أن يفطر ذرة، أي يخلق ذرة من العدم. فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا، إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. إذا السماء انفطرت، إذن هنا أيها الأحبة نستطيع أن نستنتج أن الله عز وجل دقيق جدا في استخدام كلمات القرآن. لو قال فتبارك الله أحسن الفاطرين لكان هنا خطأ، أما القرآن قال فتبارك الله أحسن الخالقين، لأن الإنسان حقيقة ماذا يخلق وتخلقون إفكا. الإنسان أيها الأحبة عندما خلق أو صنع وسائل الركوب، مثال على ذلك، يعني سأعطيكم مثال، هل تعلمون حتى الآن لم يستطع الإنسان صناعة سيارة تسير في الصحراء لمسافات طويلة مثل الجمل؟ لا يستطيع. كيف ستتزود بالوقود إذا لم يكن هناك تزود كل فترة؟ مثلا الجمل يمشي عدة أيام دون تزود بالوقود، سبحان الله. هي واحد. اثنان، الجمل لديه فلاتر في 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 أنفه، ولديه يعني رموش كبيرة وجفون تحميه من الغبار والأتربة، لا يتأثر بها. فإذا هبت عاصفة رملية أقوى السيارات تتوقف، لأن السيارة تحتاج إلى هواء، فلاتر السيارة تمتلئ بالغبار، لا تستطيع أن تمشي، سبحان الله. الجمل يمشي بسهولة، الجمل يصعد وينزل، ولديه يعني قوائم رفيعة وطويلة ولها تصميم عجيب، يعني الجمل يسير بطريقة رشيقة جدا عبر رمال الصحراء التي ترتفع فيها الحرارة لأكثر من 40 درجة مئوية، يسير بكل سهولة ويحمل أيضا فوقه أثقال. طيب، الإبل لها أقوى نظام مناعة بين المخلوقات، لا تمرض، سبحان الله، لا تصاب بالأمراض المعدية مثلا أو الأمراض الفيروسية، قوية جدا. طيب، هذا خلق الله. الإبل لا يحتاج إلى صيانة، لا يحتاج إلى قطع غيار، فترة عمله طويلة جدا، يعني الإبل يعيش سنوات في أصعب الظروف. طيب، هذا معنى فتبارك الله أحسن الخالقين. فهم خلقوا أشياء أصلا هي مخلوقة من مواد أولية، استخدموا الحديد والمعادن والبلاستيك والكذا لصناعة هذه السيارة، ولكن هذه السيارة أيضا لها عامل أمان محدد، لأن هل سمعتم بجمل مثلا يصطدم بجمل آخر؟ لا يحدث. ممكن جمل يصدم سيارة أو سيارة تصدم جمل، أما جمل يصدم جمل لا يحدث. يعني نسبة الحوادث في عالم الإبل صفر، بينما في عالم السيارات نسبة قد تكون مرتفعة. إذن أيها الأحبة، هذا معنى قوله عز وجل فتبارك الله أحسن الخالقين،
لا يعني أن القرآن أخطأ علميا هنا وأن هناك خالقون غير الله. نعم هناك خالقون، ولكن يستخدمون خلق الله، يستخدمون ما خلق الله لإعادة التصنيع وإعادة الخلق، ولكن الله سبحانه وتعالى هو الذي فطر هذه الذرات، هو الذي خلقها. اليوم لدينا قانون مصونية المادة، يعني المادة لا يمكن أن تخلق، يعني هذا قانون فيزيائي، لا يمكن لأحد أن يخلق مادة من العدم، مستحيل. إذن أيها الأحبة، عندما يقول القرآن فتبارك الله أحسن الخالقين، يريد أن يأخذ انتباهك إلى أن تجري أيها الملحد، طبعا هذا الخطاب للمؤمن وللملحد، ولكن الملحد يجب أن يستفيد منه، يجب أن يفكر بالفعل، ما الذي خلقه البشر؟ اخترعوا الطائرات لها حوادث كثيرة ولها مشاكل ولها كذا، اخترعوا السفن تغرق وكذا، اخترعوا مثلا السيارات لها حوادث ولها مشاكل كثيرة. طيب ما الذي صنعه البشر؟ اخترعوا مثلا القنبلة الذرية دمرت للناس وأحدثت تلوثا كبيرا، اخترعوا المصانع والمعامل أحدثت تلوثا ودمارا للبيئة كما نرى اليوم التلوث البيئي. إذن عندما نقول فتبارك الله أحسن الخالقين، يأخذك القرآن لتقارن، تقول بالفعل خلق الله لا يوجد فيه شذوذ، لا يوجد فيه نقص، لا يوجد فيه عيب، لا يوجد في خلق، يعني خلق الله مثالي دائما. لذلك تجد العلماء يسعون لتقليد المخلوقات، يعني مثلا اليعسوب، حشرة اليعسوب هذه التي تطير وتعتبر يعني آلة قتالية وآلة هجومية عجيبة جدا، حتى الآن العلماء يحاولون أن يخترعوا طائرة صغيرة تشبه اليعسوب ليستفيدوا منها، ولكن طبعا فرق هائل بين ما يصنعه البشر وبين يعني صنع الله عز وجل الذي قال صنع الله الذي أتقن كل شيء. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا، وإن شاء الله سنجيب عن كل تساؤلاتكم أحبتي في الله. أرسلوا لنا عبر التعليقات أو عبر الإيميل كحيل7@gmail.com أو عبر الواتس أب أو أي وسيلة أخرى، إن شاء الله سنحاول كل يوم أن نجيب على عدد من هذه التساؤلات لتزول هذه الشبهات التي يزرعها المشككون والملحدون، والتي يستغلون فيها ضعفنا العلمي أولا وثقافتنا القرآنية الضحلة، ويستغلون انشغال الإنسان المسلم اليوم بهموم العصر وهموم الحياة، فينفذون إليه من هذه الثغرة، فيبدأون بتشكيكه بأن هذا القرآن فيه أخطاء علمية. والله أيها الأحبة، أنا لو وجدت خطأ علميا واحدا لا تحدثت فيه ولا فكرت فيه، وربما يعني أقول لكم هذا القرآن لم أجد فيه خطأ علميا أو كلمة واحدة تناقض العلم الحديث، ومن وجد غير ذلك فنحن على استعداد لأن نجيب عن كل هذه التساؤلات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهذه المعلومات من يشاء من عباده، إنه سميع قريب مجيب، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.